وسهلا فيكم من شاطئ آيلا بي 12. اليوم حضرين لكم وصفات كثير سهلة وبسيطة وخرج الصيف. رح نعمل وصفة اسمها Chicken Buffalo Bites، أو يعني مش كرات، هي مقبلات الدجاج بصوص البافلو. المقادير بسيطة، خلينا نشوفها مع بعض ونبدأ نحضر الوصفة. أول إشي بدي أعمله، بدي أحط كمية من الطحين بوعاء كبير، وبعدين بدي أحط عليه كايم بيبر أو فلفل أحمر يكون شوي حر. بدنا نحط كمان ملح وفلفل، هاي فلفل أسود وملح، بس ما بدنا نكتر الملح لأنه الصوص برضه فيه نسبة ملوحة منيحة. رح أخلطهم مع بعض وأنزل فيهم صدورة الدجاج اللي عندي. فهلأ بدنا ننزل صدورة الدجاج على الطحين أو خلطة الطحين اللي عندنا حتى نغلف قطع الدجاج كلها بخلطة الطحين. هلأ الطحين شو بيعمل عندنا هون؟ بيعمل شغلتين. أول إشي بيعطي قرمشة للدجاج وبيخلي الصوص بعدين اللي بدنا نحطه يمسك أكتر على قطع الدجاج اللي عندنا. هلأ بدنا نحمي الزيت حتى نقدر نقلي الدجاج ديب فراي أو قلي غزير، وبعدين بعد ما يطلع من الزيت رح نعمل له صوص البافلو. رح أعملهم على مرحلتين، يعني ما رح أحط قطع الدجاج كلها مرة واحدة، فهلأ رح أكتفي بهاي الكمية اللي عندنا وبعدين نكمل بالباقي. هلأ بدنا نعمل البافلو صوص. عادة البافلو صوص بيكون عبارة عن بس زبدة وهوت صوص، بس أنا بحط له كاتشب وبحط له براون شوغر، بيطلع كتير أسكر. رح أنزل الزبدة وراح أحط كله مع بعض، عليها السكر البني، وتأكدوا إنه السكر البني يكون الطري اللي هو خرج يعني أو للحلويات خاصة مش تبع القهوة والشاي. بعد ما دوبت البراون شوغر بالزبدة رح أنزل الهوت صوص عليهم، ورح أنزل تقريبا يعني معلقتين لثلاث كبار من الكاتشب. رح نحركهم كلهم مع بعض ليصير عنا صوص سميك، يعني بكون ثيك. هلأ بعد ما غلي عنا الصوص شوفوا كيف بصير سميك، بصير كثيف، بيكون صار جاهز إن ننزل عليه قطع الجاج اللي عنا. فرح أنزل الجاج على الصوص حتى يشرب كل الصوص الموجود. شايفين كيف هلأ كل ما منخليها أكتر الدجاج بيشرب عنا الصوص، بيبطل في عنا صوص، بصير ستيكي أو لازق على قطع الدجاج. فرح أطفي عليه حتى نقدمه. هلأ تقدروا تقدموه مع عدة صوصات، أنا هون مستخدم الرانش صوص اللي هو عبارة عن مايونيز مع لبن، كميات متساوية مع عصرة ليمون وملح وتوم باودر أو توم فريش بزبط. ممكن كمان تقدموه مع البلو تشيز صوص للي بيحب طبعا. وهيك صارت وصفتنا جاهزة، بتمنى انكم تجربوها. البافلو بايتس طريقة سهلة وسريعة وقدمناها مع الرانش صوص. صحتين.